بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الموضوع ديالنا خصنا نتوقفوا ونكفوا على الأعراض ديال الناس. تيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: دركنا السلف الصالح وهما ما تيشوفوش العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن العبادة في الكف على الأعراض ديال الناس، فالقائم ديال الليل والصائم ديال النهار. إلا ما حفظ اللسان ديالو وما تكلمش في الأعراض ديال الناس، راه تعتبر خاسر مفلس غدا ليوم القيامة. فاللهم احفظ ألسنتنا من أعراض الناس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.